هاي تعتبر هنغاريا من بين الوجهات السياحية الـ30 الأكثر شعبية بالعالم. بيستضيف هالبلد الأوروبي أوسع مهرجان ثقافة وموسيقى بأوروبا هو سيجد، ومهرجان بودابست سبرينغ فيستيفال ما بيقل أهمية عنه لأنه بيجذب فنانين وموسيقيين من كل أنحاء العالم. الهنغاريين ربحوا ميدالية ذهبية بالألعاب الأولمبية كل مرة شاركوا فيها، وبيحلوا بالمرتبة الثانية بعد فنلندا بالنسبة لعدد ميداليات على عدد السكان. البلد معروف كمان بجوائز نوبل يلي حاصل عليها وهي 13 وبتشمل كل المجالات من عدا السلام. للأسف إنه كل الحاصلين على هالجوائز هاجروا من البلد. الهنغاريين بيكتبوا اسم عائلتهم قبل اسمهم الصغير وبيبلشوا باسم العائلة لما يعرفوا عن نفسهم بحوار عام. مين قال إنه الهنغاري بحاجة لموافقة الدولة على الاسم يلي بده يعطيه لأولاده؟ أنا قال. بشوفكم بكره.